قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني. رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتبلغني رحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدركنا برحمته وأن يدخلنا في رحمته. رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. أي شيء؟ رحمة الله تبارك وتعالى نشرها على العالمين وعلى الكون لأجمعه، على المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم يدخل في رحمة الله تبارك وتعالى العامة. لكن انتبه، هناك رحمة خاصة، رحمة خاصة هي التي سألها موسى صلى الله عليه وعلى نبينا لما رجع، فوجد قومه قد عبدوا العجل وعصوا أمر هارون بعدما أراهم الله تبارك وتعالى من آياته آيات عجب من العجب. فلق الله تبارك وتعالى لهم البحر نصفين، فكان كل فرق كالطود العظيم، ومروا في البحر، وجاء فرعون وحاول أن يدركهم، فحال الله تبارك وتعالى بينه وبينهم وأغرق آل فرعون. انظر إلى كل هذه الآيات يرونها، يعني يرونها أمام أعينهم، والله تبارك وتعالى أبى أن يغرق فرعون، ثم لا يرونه. قال: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نجاه حتى يعني يرون هذا الذي كان يزعم أنه إله ويدعي الألوهية ويدعي الربوبية، نجاه الله تبارك وتعالى حتى يرونه ميتا أمام أعينهم، كما يقول أهل العلم: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حتى يرونه عيانا ويرون أن هذا الإله الذي كان يزعم قد مات، مات وأغرق في البحر. المهم أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه غضبانا أسفا مما فعلوه بعدما رأوا هذه الآيات، وغضب من أخيه وأخذ بلحيته يجره إليه ثم اعتذر له. المهم أنه خاف وخشي على نفسه وعلى أخيه، فقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. والله تبارك وتعالى كما جاء في أكثر من آية في القرآن يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، هذه رحمة خاصة. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا، وأدخلناه
في رحمتنا رحمة خاصة، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. هذه رحمة خاصة، وهي التي ندعو الله تبارك وتعالى بها أن يدخلنا في رحمته. من دخل هذه الرحمة فلا يشقى، فلا يشقى ولا يضل بعدها أبدا. من دخل في هذه الرحمة الخاصة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. إذا دخلت في رحمة الله تبارك وتعالى شرح الله صدرك وأنار قلبك وأحياك حياة طيبة، وذقت نعيم الدنيا. والله تدخل في رحمة الله، في كنف الله تبارك وتعالى، هذه غاية. اللهم أدخلنا في رحمتك. لكن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك نحن في هذه الأيام نستشعر ونشم ويعني نتلذذ بهذا الأثر الطيب، باب من رحمة الله تبارك وتعالى. نحس هذا جميعا، باب من رحمة الله تبارك وتعالى قد فتح لنا ببركة هذا الشهر، هذا الزمان الطيب المبارك، وبركة الطاعة. هذا الوقت الذي يعني الساعات الطويلة التي نقف فيها بين يدي الله عز وجل، نعيم ما بعده نعيم. الحمد لله الذي أوقفنا بين يديه وشاء لنا ذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. شاء لنا ووفقنا وهدانا وفتح لنا بابا من رحمته، فتح والله يعني بكل هذا يعني هذا النعيم الذي نحس به، وهو يعني باب من رحمته. وقد يكون من عباد الله تبارك وتعالى من دخل، ليس يعني يقف على الباب، ولكن دخل في رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يدخلون في رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن إذا فتح لك الباب، إذا فتح لك باب الرحمة، فلا تنظر إلى هذا الباب، ولا يعني تستكثر على نفسك ذلك، ولا تغفل. بعض الناس يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا، يفكر في انتهاء هذه الأيام. بعض من اعتكف مثلا هو يشعر باللذة، ومع شعوره هذا قد تأتيه بعض الخواطر والأفكار عن عمله مثلا بالخارج، عن أهله، عن بعض الأشياء التي تركها، فيذهب بخاطره مع هذه الأشياء ويقول: لما أخرج سأفعل وسأفعل وسأفعل. لا، خلك في هذه اللحظات الطيبات الجميلات، عشها بكل ما فيها من خير ويمن وبركة، وتمنى من الله تبارك وتعالى ألا تخرج منها، ألا تخرج من هذه السعادة أبدا، وألا تخرج من هذه الرحمة أبدا. وإذا كان الباب قد فتح، سل الله تبارك وتعالى أن تلج هذا الباب وأن تدخل في هذه الرحمة، فعساك ألا تخرج منها أبدا، وأن تنعم نعيما لا تشقى بعده أبدا، لا تشقى بعده أبدا. ونحن يعني في هذه اللحظات، هذه ربما تكون هذه آخر ليلة، ليلة وتر، وربما تكون آخر ليلة في رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن على طاعته وعلى سنته ننعم بطاعته ونأرز إلى رحمته. هذه السويعات القليلة التي بقيت في رمضان، نحتاج إلى أن نجهز أنفسنا ونفكر. رمضان إلى رمضان محطة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان: وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، رفعت الأعمال، وكأن الناس يستعدون في رمضان إلى بداية العام، يعني وكأن رمضان هو بداية عمل العامل، وأنت تبدأ صفحة جديدة.
هذا العام، هذا الوقت الذي أنت مقبل عليه كأنك تبدأ صفحة جديدة، ونحن يعني نتلمس من رحمة الله تبارك وتعالى، ونرجو أن يكون الله تبارك وتعالى قد غفر لنا، وأن يكون قد تقبلنا. فأنت كأنك تبدأ صفحة جديدة بيضاء، ماذا تريد أن تكتب فيها في هذه الصفحة؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ما هي خطتك التي تنوي أن تسير عليها بعد رمضان؟ كل هذه أفكار، يعني أنا لا أدري والله ماذا أقول. الوقت يعني أزف، رمضان يوشك أن ينتهي. وأنا أستشعر كلام ذاك المجاهد الكبير، رجل من قادة المسلمين، وهو يموت على فراشه بعد حروب خاضها طويلة كثيرة، يقول آمال لم تنل، وحوائج لم تقضى، وأنفس تموت بحسرتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أستشعر أن رمضان يوشك أن ينفلت، وأنا أحس أن هناك الكثير والكثير من الدعوات أحتاج أن ألح فيها أكثر، هناك الكثير والكثير من الأمنيات التي أحتاج أن أدعو بها أكثر، هناك الكثير والكثير من الخشوع والرجاء والإنابة أحتاج أن أعيشه أكثر، أحتاج أن أستمد من هذه الروحانيات ما لم نشبع منه وما لم نتضلع منه. ورمضان يوشك أن ينفلت ويوشك أن يفوت، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى نقول رمضان شهر تقربنا فيه إلى الله تبارك وتعالى، فماذا بعد رمضان؟ كيف يكون حالنا بعد رمضان؟ ما هي الخطة؟ وما هو من الآن نفكر. ما عليك، قد تحتاج إلى أن ترسم هذه الخطة بعد أن تخرج من اعتكافك أو بعد أن ينقضي رمضان، لكن لا تبطئ في هذا، لا تبطئ حتى لا تضيع منك هذه المشاعر وهذه الروح، وسارع. أقول إننا في هذه اللحظات الأخيرة نحتاج إلى أن نلي الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا، فعسى من لم يكتب له القبول أن يكتب في هذه اللحظات الباقيات، وعسى من لم يعتق من النار أن يعتق في هذه اللحظات التي بقيت، وعسى أمنيات لم تتحقق عسى الله تبارك وتعالى أن يحققها فيما بقي من لحظات. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يبلغنا ما نتمناه، وأن يدخلنا في رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، وألا يخرجنا من مسجدنا هذا إلا وقد قال لنا جميعا اذهبوا مغفورا لكم، قد رضيت عنكم، فليس بعد رضاه شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.